مرحبا بكم، أنا التلميذة آمال الزغبي، أدرس بمدرسة 2 مارس بفندق جيد 1934 السادسة A، وشاركت اليوم في مسابقة الفخار وسأريكم كيفية تلوين القلة، والآن سأبدأ بتلوينها. بعدك صار وصال، نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. صار وصال، نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. بعدك صار وصال، نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. صار وصال، نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. حصلت على قلة جميلة وأتمنى أن تعجبكم.